مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في النشره الاخباريه لقناه المكلا المحليه، والبدايه نستهلها بابرز العناوين. رئيس الحكومه يصل العاصمه عدن. امن عدن يستعيد السيطره على عدد من المناطق بعد محاوله عناصر تخريبيه لاثاره الفوضى. صيادي المكلا يناشدون محافظي حضرموت بتوجيه الجهات المختصة بتنفيذ لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل إلى العاصمة عدن ظهر اليوم رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك برفقة نائبه وعدد من الوزراء، حيث كان في استقبالهم قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد مجاهد العتيبي. وعقب وصوله إلى عدن أكد رئيس الحكومة التزام حكومته الصادق بتطبيق اتفاق الرياض بتوجيهات من الرئيس لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. وتضمن وفد الحكومة وزراء المالية والكهرباء والاتصالات والتعليم العالي ومحافظ البنك المركزي. وتعتبر عودة رئيس الحكومة تدشينا لبنود اتفاق الرياض، ومن المتوقع أن تباشر أعمالها بصرف الرواتب والمستحقات المالية لمنتسبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في كافة المحافظات المحررة. وصل اليوم إلى المكلا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، التقى خلالها محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والقادة المسؤولين في السلطة المحلية والعسكريين والأمنيين بالمحافظة. وفي اللقاء قدم محافظ حضرموت شرحا للخطوات التي تمضي بموجبها السلطة المحلية لحفظ الأمن والتنمية واستمرار عمل المؤسسات الحكومية. وأثنى السفير الأمريكي على تجربة حضرموت في مجال العمل المؤسسي وإشراك المرأة ودعم الشباب. وجرى في اللقاء استعراض خطط وجهود السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في استتباب الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب والتنمية، كما بحث قيادة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظة مع نظرائهم في سفارة الولايات المتحدة أوجه التعاون في القضايا ذات الطابع التنموي والأمني والحرب على الإرهاب. أصيب 7 جنود من قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن في مواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن القانون في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد. وقال المكتب الإعلامي لأمن عدن أن قوات الأمن تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على الوضع الأمني في مديرية دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة بعد محاولة عناصر تخريبية إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن. هذا ودفعت إدارة أمن عدن بتعزيزات أمنية من قوات الطوارئ والدعم الأمني ووحدات أمنية للسيطرة على الوضع الأمني فيها، واعتقلت عدد من المطلوبين أمنيا وإيداعهم بالسجن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. عثرت قوات الحزام الأمني بالقطاع 8 بمديرية الشيخ عثمان فجر اليوم على عبوة ناسفة وضعت في محيط نقطة تفتيش أمنية في جولة القاهرة بالعاصمة عدن. وصرح نائب قائد القطاع 8 محمد هادي أن عبوة ناسفة محلية الصنع وضعت في محيط النقطة الأمنية، مشيرا إلى نزول خبراء من التفجيرات والنجاح في تفكيكها. هذا وقد استغلت العناصر التخريبية حالة الطوارئ للقوات، حيث كانت حملة أمنية لأمن عدن مسنودة بالحزام الأمني للقبض على خارجين عن القانون ومطلوبين أمنيا في منطقتي دار سعد والشيخ ليقوموا بزرعها. ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري بعدن أوضاع قطاع الكهرباء وضرورة الوقوف بجدية لحل مشكلاتها. وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات اللازمة للاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني للجنوب، إضافة للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الأمنية والتعديات التي طالت الأراضي والمتنفسات العامة والخاصة، مؤكدة ضرورة التزام كافة الوحدات بمهامها وتحمل مسؤوليتها في حماية وإزالة أي استهداف في الممتلكات. وفي سياق منفصل، وقفت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي في اجتماعها الدوري أمام الأحداث التي شهدتها شبوة ومديرية دار سعد بعدن، حيث استنكرت الأمانة العامة تلك الأحداث ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار للجنوب.
تمكنت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية من تنفيذ عمليتين نوعيتين، استهدفت الأولى آلية عسكرية واستهدفت الأخرى تجمع لعناصر الميليشيا الحوثية غرب مديرية قعطبة، حيث تمكنت القوات الجنوبية من استهداف موقع يتمركز فيه طقم تابع للميليشيا الحوثية وقصف الميليشيا بعدد من قذائف الار بي جي أسفرت عن مقتل وجرح أعداد في صفوف ميليشيا الحوثي غرب بلدة صبيرة. وتتلقى الميليشيات الحوثية مؤخرا في جبهات شمال غربي الضالع ضربات موجعة من القوات الجنوبية أفقدتها توازنها وكبدتها خسائرا كبيرة في العتاد والأرواح. انتشرت ميليشيا حزب الإصلاح ما تسمى بالقوات الخاصة في مدينة حبان بمحافظة شبوة بعشرات الأطقم واستحدثت نقاطا جديدة. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا حزب الإصلاح التي انتشرت في المدينة نفذت حملة اعتقالات ومنعت المواطنين من الدخول والخروج لمطارحهم إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية. وأكدت المصادر ذاتها أن الميليشيا أقدمت على اعتقال 4 مواطنين من أبناء مدينة حبان، هذا وحشدت المقاومة الجنوبية قواتها للتصدي لميليشيا حزب الإصلاح. ويعتبر هذا الانتشار والاعتقالات من قبل الميليشيا اختراق وعدم الالتزام ببنود اتفاق الرياض. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية لذوي الدخل المحدود في منطقة الغيل بمديرية الروضة بمحافظة شبوة، حيث وزعت الهيئة 200 سلة غذائية متنوعة استفاد منها 1100 فرد. وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة. يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد وزعت منذ بداية العام الحالي أكثر من 33 ألف سلة غذائية في محافظة شبوة. نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ورشة عمل خاصة بتدريب الإخصائي الاجتماعي ورؤساء أقسام تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع ومديري المدارس، استهدفت 160 كادر تربوي. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بالساحل الأستاذ جمال عبدون أن الهدف من الورشة تشخيص واقع نشاط الإخصائي الاجتماعي وواقع تعليم الفتاة وتتبع مدى التطور ومردود مشاريع تحسين البيئة التحتية ودور التوجيه التربوي في مجال الخدمة الاجتماعية. واستعرضت الورشة 4 أوراق ناقشت أوضاع الإخصائي الاجتماعي والبيئة المدرسية والنشاط المدرسي إلى جانب تعليم الفتاة، وأثريت هذه الأوراق بمداخلات ونقاشات مستفيضة أثمرت بالخروج بعدد من القرارات والتوصيات لخدمة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي في الواقع التربوي والتعليم وتحفيز الفتاة. ناقش لقاء في المكلا أهمية التوعية القانونية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشعراء والأدباء والكتاب والفنانين والملحنين وغيرهم من أصحاب الإبداع الفكري. وتطرق اللقاء الذي جمع بين مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت وممثلو نادي عدالة القانوني إلى الدور الذي يمكن أن يطلع به مكتب الثقافة ونادي عدالة في نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية من خلال إقامة الندوات وورش العمل التي تسهم في نشر التوعية القانونية بالحقوق الفكرية والأدبية. ضمن سلسلة نزولاتها الميدانية قامت هيئة المساحة الجيولوجية والسلطة المحلية بالمكلا ومكتب وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت بالنزول الميداني لوادي غرير بالمكلا. ويأتي هذا النزول لدراسة ورفع الرأي الفني للأعمال التعدينية والبيئية والزراعية في الوديان وضمن التشجيع في أعمال التعدين لتنفيذ المشاريع الكبيرة والصغيرة والحرفية وتقليل وتقليص البطالة بين أوساط الشباب والعاملين، ومنها أعمال الكسارات والغرابيل وأعمال التعدين التي تندرج ضمن النشاط التعديني. وأخذت جميع البيانات والقياسات والمسافات لهذا الوادي. نظم صيادو مدينة المكلا وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمدينة المكلا مطالبين بوقف العبث في الاصطياد بالطرق المخالفة والغير قانونية.
وطالب الصيادين في الوقفة الجهات المختصة القيام بمهامها من خلال حماية الأسماك التي تتعرض إلى الاصطياد الغير قانوني الذي يجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة ويسبب ضعفا في المخزون السمكي وانقراض لبعض الأنواع من الأسماك. وناشد الصيادين السلطة المحلية بالمحافظة بتوجيه خفر السواحل والهيئة العامة للمصائد السمكية بتنفيذ قانون تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح التنفيذية وقرار محافظ حضرموت بشأن لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي بالمحافظة. أولا هذا الحاوي مضر للبحر كبد يحوون الصيد والباقي يفكونه يخم في البحر، لا هم على الناس يأكلونه ولا هو عايش في البحر، هذا مضر للبحر طبعا. والجهات والسلطات هذا تشوف وساكتين لا منبي ولا خبر، وناس تعصم وتحتي ولا حد في صف الصياد. تمام، هذا الكلام اللي بغانا ما نوصله وبغانا المحافظ يوقف معنا. نحن نطالب المحافظ بتوقيف الحاوي واللعب في البحر، زاد اللعب في البحر، انقرض أكثر الصيد أكثر من 50 نوع انقرض في البحر بسبب اللعب في الحاوي، هذا يحون على الصيد. ونحن بغانا المحافظ ينبي طلب الصيادين كل أي مضرة للبحر، هذه أي حاجة مضرة للبحر بيرشدونه به اللجنة اللي شكلناها ويوقفها المحافظ ويوقف مع الصيادين، ما يلقي نحنك مع بعض القيادات توقع وتقلب علينا يستلمون رشاوي من وراء. هذا وقفة الصيادين من شأن هذا الضرر كل اللي يحصل في البحر، وهذا الضرر مو ليوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، هذا كلام قديم يعني قدو كلام قديم يحصل في البحر. والآن هذا الحكومة كل ما جاءت حكومة تعطينا احنا مواعيد وتعطينا احنا لين بتضبط البحر مشان هذا مشان الصيادين يعيشون بهنا. أصدرت غرفة الإرصاد والإنذار المبكر بديوان حضرموت نشرة جوية بخصوص المنخفض الجوي في شبه الجزيرة العربية، حيث أوضحت التحاليل أن أخدود المنخفض الجوي يتمركز شمال شرق شبه الجزيرة العربية. وأشارت غرفة الإرصاد إلى تشكيل سحب منخفضة ركامية ممطرة على أرخبيل جزيرة سقطرى وأجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية، وتشكل الضباب والسحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية لمحافظة المهرة وحضرموت وشبوة والمياه الأقليمية في خليج عدن. وأهابت الصيادين بأخذ الحذر من هطول الأمطار واضطراب أمواج البحر بالعمق البحري من مساء الجمعة إلى يوم الاثنين من الأسبوع القادم. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 900 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بمديرية بروم ميفع، وشملت الاحتياجات الأساسية التي استفاد منها 4500 فرد مواد تموينية ضرورية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء محافظة حضرموت. في البداية نشكر منظمة الهلال الأحمر الإماراتية على هذا الدعم اللامحدود في مديرية بروم وميفع عامة وفي مناطقنا خاصة حصيصة والمناطق المجاورة لها على هذا الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة ذو الدخل المحدود، وهذا يدل على اهتمامهم بهذه الأسر الفقيرة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ونحن في الحقيقة شاكرين لهم دعمهم السخي، ومنذ فترة طويلة وهم مستمرين في هذا الدعم لهذه المنطقة. مديرية بروم ميفع من ضمن المناطق الفقيرة والمحتاجة إلى الدعم. أما بعد نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي لليمن عامة ولحضرموت خاصة بما تقدمه من دعم للحضرموت من إغاثة، ونشكر دعمها السخي لنا. مشاهدين الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية.
السادة المشاهدون، مجددا نذكركم بالعناوين. رئيس الحكومة يصل العاصمة عدن. أمن عدن يستعيد السيطرة على عدد من المناطق بعد محاولة عناصر تخريبية لإثارة الفوضى. صيادي المكلا يناشدون محافظي حضرموت بتوجيه الجهات المختصة بتنفيذ لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي. السادة المشاهدين، حتى الملتقى، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.